شو يا قطة؟ شو صاير معك؟ صفنانة بخيبة أملك بالعريس اللي أخدوه؟ ليلى قصصك مالي خلق اسمعهم أبداً. آه ليش؟ بس نحنا بقينا عم نسمع قصة العشق المستحيل تبعك ليل مع نهار. اسمعي هالقصة عم بتقول خالي مساء الخير. شلون بتشتغلي بشركة أعدائي؟ بدلتيني. والله عفوا، معي عم تحكي هالحكي ولا مع بنتك ناريمان؟ الحمد لله انه بنتك موجودة هون، وإلا كنت رح افهم انه الحكي إلي. ليلى. ايه يا عيب الشوم. بس دقيقة، أنا شو عاملة معك؟ ها؟ بنتك اللي فايتة طالعة مع زلمة بيكون شريك عدوك اللي سنين معادي، وأنا اللي عم بكسب لقمتي بعرق جبيني بتقلي إلي يا عيب الشوم؟ ما فايز بيك، شو هالعقل يلي عندك؟ حضرتك لهلأ مو مستوعب كل اللي صار؟ ما مستوعب منيح اللي عملتوه أنتو التنتين. بدك تتركي الشغل هنيك؟ والله يومي بالشغل كان صعب ومتعب، وقال لو حياتك من غير كسل كنت ضحكت. بهالقصة أنا شو دخلني؟ مالي ولا علاقة فيكن. وهالوظيفة شلون لقيتيها؟ والله ما دورت أبداً. الشكر كله لبنتك، صار عنا شغل ناكل منه. بس ليلى، وهي كمان عملتك ناريمان؟ حسابك بعدين نحكي. بشو فكرتي؟ خير؟ لك إذا الدنيا بتخرب بتقولوا ليلى. خلص بقى، لا تضلوا تتمقطعوا فيني. أنت وبنتك فيكن تقعدوا وتتحاسبوا مع بعض قد ما بدكن، بس أنا عم بكسب لقمتي بعرق جبيني، مفهوم؟ إذا في شغل مضمون أكتر كنت بروحوا بشتغل هنيك. لا تدخلني بمشاكلكن العائلية، أنا مالي فيها. أنا راكدة ورا لقمة عيشي. بس هي ورا شو كانت عم تركض؟ عرفت ورا شو؟ خلاص اسكتي ليلى. دوران ارجعي على البيت فورا. اخ يا ناريمان، اخ هي روحتي حالك بعشقك. العشق قال يا عيوني انت، ان شاء الله ما يكون صار لك شيء.